انا فاهم، بس انا هقول لك حاجه. هي فكره الاطفال دي يعني برضو انت دايما بتسالي السؤال وترد عليه انت. فكره الاطفال دي اكتر حاجه، يعني حتى لما كنت لسه بتساليني ان انا جمهوري اخسره، في طول ما انت معاك الاطفال، طول ما ده الجمهور اللي بيكبر معاك اصلا، هو ده اهم حاجه والله. انت مثلا بتقول لي ولادك دلوقتي بيحبوني اكتر ما انت بتحبني، ده الاهم عندي، فاهم؟ ده الاهم عندي بكتير. فالفكره ان انا اعمل لهم عمل موجه وارد، بس انا براعي في كل الحاجات اللي بعملها. مش بتكلم مثلا في فيلم زي اللي بعمله دلوقتي مع احمد عز او احمد علاء، ده فيلم من نوع تاني، يعني اقصد الافلام اللي هي الكوميدي او كده بالوانه. الاطفال دايما بتتشد للصوره، للالوان. يعني سمير وشهير وبهير هم مش فاهمين الافيهات، بس هم كان عاجبهم الالوان. والمش في الكويسين مثلا القزم، في ناس من الكبار ما كانش معاها خالص فكره، بس الاطفال كلها. فلازم تفضل محافظ على ده. انا شايف ان هم اهم اسد او اهم ثابت عندي. في مش عايز اقول في جمهوري، انا برفض كلمه جمهوري دي، ما حدش عنده جمهور. في الناس اللي بتتابع وجمهور السينما هو الاطفال. انت مش معترف ان في جزء من الجمهور اللي بيشاهدك محبين ليك؟ انا بحبهم جدا وبحبهم اكتر ما بيحبوني، بس اقصد انا هم اكبر من ان انا اقول ان هم جمهوري. يعني فكره جمهوري دي كلمه لا، شايف نفسك وصلت للمرحله دي لسه؟ ما لا بالعكس، هي مش ده الموضوع خالص. انا مش شايف ان اي حد وصل للمرحله دي، شايف ان اي حد يقدر يقول على الجمهور جمهوري. الجمهور بيتغير طول الوقت. لو عملت عمل كويس هيكون معاك، لو عملت عمل وحش مش هيكون معاك. في ناس ياما بقت كانت في السما، فين جمهورها دلوقتي اللي هم كانوا مسمينه جمهور؟ طب ايه رايك في محمد رمضان دايما بيقول على نفسه نمبر 1؟ بص انا هقول لك حاجه، انا هرد، مش هرد زي بقيه الممثلين. مصطلح فعلا نمبر 1 غريب في مجتمعنا يعني. انا هقول لك، انا مش هرد زي بقيه الناس اللي هو ايه تقول لك انا برد رد دبلوماسي. هرد عادي جدا على السؤال اللي انت قلتيه. انا محمد رمضان بحبه جدا، ومش بقول الكلام ده عشان اقول كلام وحش بعديه. انا بحب محمد رمضان جدا على المستوى الشخصي، وعلاقتنا طيبه جدا. مش هقول لك احنا اصحاب يعني، بس علاقتنا كويسه قوي. كل واحد ادرى بايه اللي بينجحه، وكل واحد عنده اسلوبه. يعني مثلا في ناس ممكن تشوف ان احمد فهمي لما بيرد على الجمهور على السوشيال ميديا او بيعمل مش عارف ايه، او ان هو صريح جدا في اللقاءات، دي نمره راكبها عشان يجذب الناس. ده مش حقيقي. وجايز رمضان يكون بيعمل الحاجات دي من قلبه فعلا، والحاجات دي عامل جذب لناس كتير، زي ما هي مثلا ممكن ما تكونش عاجبه حضرتك او عاجبه حد تاني. ففي النهايه لو انت بتسالني رايي انا الشخصي، انا ما احبش اعمل كده، بس ده مش معناه ان محمد رمضان كويس او وحش. انا ما اقدرش احكم على زميل. انت شايف ان هو خسرته ولا كسبته؟ كسبته وخسرته. يعني في ناس كتير جدا عاجبها الاسلوب ده عشان برضه ندي له حقه، وفي ناس ممكن يعني ما تخش من قبل جمهوره وخسرته فنانين. يعني انا شايفه لا، وفي جمهور يعني في جمهور ما عجبوش وفي جمهور عجبه. في الاخر انت دايما انت ذكائك ان انت بتعمل الحاجه تبقى حاسبها. اي خطوه هتاخدها هيبقى فيها مكسب وخساره. لو هتكسب 80% وهتخسر 20% مش مشكله، وهو ادرى واحد بحاجته. ففي الاخر الناس حتى اللي بتهاجم محمد، او انا بقول لهم يا جماعه كل انت ركز في ورقتك، مالكش دعوه بيه، اشتغل. هو الراجل ادرى بشغله. بس نيجي دلوقتي عند المحصله النهائيه، هل محمد ناجح ولا فشل؟ ناجح، ناجح جدا كمان. ناجح طبعا، ناجح جدا كمان. يعني انا بتكلم بالكلام ده فعلا، بقوله يعني بمنتهى الصراحه. هو راجل ناجح جدا، يبقى اذا هو ماشي صح. كريم